السلام عليكم متتبعي قناة سمايليو. كيف العادة أخرجنا للشوارع المغربية، وهذه المرة سيدي علال البحراوي الكاموني، ما كاين غير الشوا والتشنشيط هنايا شاخدة. المهم أسامة راه مدبر الطواقية ناضية، ها هو أسامة ادور عندي للناس عطى لك الطاقية ديالك. شوف هضر مع الناس، قوي لي الشحمة ديال البولفة الكلوة. هضر مع الناس هضر. المهم اليوم واحد الحلقة مشنشطة، واحد الحلقة فوق الشواية. الكاموني غنشنشطوها اليوم كاملة، وما عندهم هاد الشواية تشنشط، حنا نشنشطوها كاملة. منى شي كلمة؟ كنتمنى تعجبكم الحلقة، وكيف العادة بقاو معنا حتى الاخر ديال الفيديو، وديما سمايل يو. هو الاسم الكريم حسن. سي الحسن، غادي نطرح لك بعض الاسئله، ولا جاوبتي غادي تربح معنا الفلوس. واخا مرحبا سي الحسن، انت ولد الكاموني؟ اييه. يعني الكروسه ديالك انت دابا كتخدم بها ديال العود؟ ديالي. ديالي. شحال كتتعلى في العود في النهار تقريبا؟ شي 50 درهم بهاكا. عاد كتقلب المصاريف ديالك. عندو اسئله على بركه الله، غنديروا كل سؤال 200 درهم، ثلاثه ديال الاسئله غتجيك فيها 600 درهم. مرحبا. صافي صافي. الله يحفظك. غادي نبداو على بركه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. مالك؟ خويا انت وي ونسي. انا وي ونسي. خويا كتعاون كيشاركوا معك الناس؟ كتعاونهم؟ كيشاركوا معايا الناس، ولكن وي بغيت نشارك معك. بغيت نشارك معك اخويا. علاش؟ خويا راه ما في حاليش، عندي المراه عندي الوليدات اخويا، عندي الملك راه واقف عليا اخويا، بغيت نشارك معكم راه من الوالدين اخويا. ولكن راه تيقول لك الرابح من المراه والخاسر من المراه، اذا دابا انت خاسر من المراه. اخويا المراه عندي الله يعمرها دار اخويا، المراه عندي الله يعمرها دار. شوف خويا انا لا هذا قبل انا شوف هذا انا ما عنديش مشكل. قبل غنت السيد الله يعمرها دار اخويا. مجوج؟ مجوج اخويا. عندك وليدات؟ عندي وليدات اخويا. صافي ماشي مشكل، شارك معنا انت. ولكن شحال ولدك شحال في عمره؟ خويا الكبير فيهم عنده 12 عام. جيتي في الله انت دابا هكاك وعندك شحال في عمرك انت؟ عندي 35 عام اخويا، طالع 36. صافي خليه يشارك معنا. صافي دير. شوف انا نتمنى الوالدين اخويا. ماشي مشكل. الله يحفظك خويا، الله يحفظك الله يكبر فيك. شوف ماشي مشكل، ولكن شنو غدير انت وياه؟ تفاهم انت وياه ودبر راسكم، انا ماشي شغلي، انا ماشي شغلي. سيدي العمار هذا اللي درناه غي شوف ربحت انا قسموا فلوس بجوج، ربحت انت قسموا فلوس بجوج. صافي ماشي مشكل. صافي صافي وفلوسنا نشدها. ولا هو ما جاوبش وانت اللي جاوبتي وديتي الفلوس كامله تخصم معاه؟ نقسم معاه اخويا ماشي مشكل. وانت الا هو ما جاوبش انت اللي جاوبتي تخصم معاه؟ نقسم معاه ماشي مشكل. انا اللي بحثت عليهم تشد الفلوس ما عندناش مشكل، احنا مفاهمين. كيفاش اللي ربحتي تشد الفلوس؟ انا نشد الفلوس في الاخر نقسموها. علاش غتشد انت الفلوس؟ انا شد انا براسك تاوي انا بهضر معاه هضر معاه. صافي ماشي مشكل. ماشي مشكل. اذا غادي نبداو على بركه الله، غادي نبداو السؤال الاول 200 درهم، السؤال الثاني 200 درهم، السؤال الثالث 200 درهم. ماشي مشكل. صافي متفقين. السؤال الاول هذا بركز معايا مزيان. دابا انا عندي واحد الكلبه سميتها ليندا، هاد الشيره راه ولدات لي واحد الجرو لي مبروك ولدت لي جرو. دابا داك الجرو ولد من؟ ولد ليندا. يعني جرو ولد من؟ ولد ليندا. ولد من؟ ولد ليندا. قول لي انا عندي واحد الكلبه سميتها ليندا، ولدات لي واحد الجرو، هذاك الجرو ولد من؟ مبروك عليك. الله يبارك فيك. ولد من هذاك الجرو؟ هذاك الجرو ولد من؟ ولد الكلبه. كيفاش اشرح لي كيفاش؟ وراه مو كلبه. ايه هو ولد الكلبه. يعني ماشي ولد ليندا. ولد الكلبه. هو شنو؟ هو جرو. جرو ولد الكلبه. جرو ولد الكلبه. الجواب صحيح خويا، هاك ربحتي 200 درهم. الله يعطيك. قلتي نعطيه هو الفلوس. شوف شوف ديالي ديالك وديالك ديالي. مشكل هذا يا سيدي. دابا غادي نسولك واحد السؤال اخر. واحد السيد تيتعدل على عباد الله، تيكريسي كيغتعصب كي نبي الحشيش كيدير كل شيء وما عارفينش الناس سميتو. با سميتو حمو. يعني هذاك السيد ولد من؟ ولد حمو. ولد حمو. هذا السيد هذا اللي كيدير هذا الشيء هذا ولد من؟ اش كيدير اخويا؟ كيتعدل يا عباد الله، تيكريسي ما كيخلي ما كيدير. لا حول ولا قوه الا بالله. ولد من هذا؟ ولد الحرام قطر اخويا هذا اللي كيدير هذا الشيء. ولد الحرام. يعني ولد من؟ ولد الحرام. ولد الحرام. ولد الحرام. جاوب بصحة. هاك. شوف اخكر ربح احنا دي احنا ضامدياتنا فهمتيني. هاني هاني دابا شوف دابا غادي نسولك السؤال هذا هو الاخر. الا مشيتي تا جاوبتي غتدي 200 درهم. المهم دابا انتم بحال يعني بحال بحال احنا مفاهمين دابا صاحبك هذا احنا تفاهمنا هضرنا صافي. دابا مرتك لا طلقتيها شنو غدير معها في النفقه؟ ونشوف اللي دارها المخزن هي اللي كاين.
وانت مرتك اللي طلقتيها شنو دير معها في النفقه؟ علاش نطلق اخويا؟ علاش نطلقها؟ لا قدر الله وكتاب الطلاق. اخويا علاش تقول لي انا اخويا ما بغيتش نطلق انا مرتي عزيزه عليا؟ هذا غير سؤال ماشي طلق، سؤال سؤال زعما زعما لو فريد زعما كان عندي معاه جوج وليدات ودابا حنا هذا غير سؤال، الا طلقتيها شنو دير معها في النفقه؟ دابا نطلقها ولا حنا سولناك لا طلقتي مرتك شنو غدير معها في النفقه؟ هذا راه قال لك يدير معها داكشي ديال المخزون وانت ماشي بصحاب العاني. اخويا نعطيها كلشي انا مقعد الدس نعطيها كلشي. حنين هذا حنين بالمراه حنين. دابا انت غتعطيها داكشي اللي عطاها المخزن وهو عطاها داكشي اللي عطاها المخزن وتزيدها فوق. نعطيها كلشي اخويا اللي غيعطيها المخزن وتزيدها فوق المخزن الدوبل يعني هو اللي ربح حيت هو عطاها المخزن وزاد داكشي فوق المخزن. هاك خويا مبروك عليك خويا انت المشاركه شاركتي معنا وانت يا مبروك عليك اخويا انت يا قلت يا اخي باش هو يربح وانا رجعت قسمت ويا راه قسمت ويا هذا مخلي لي المولك راه كيغوت عليا في الدار شنو هذا الشيء قالك الدار لي هنا لا ماشي سوق في الناس انايا اختي هذا اخويا ما تدويش مع مرتي اصاحبي ما تدويش مع مرتي كنت مشارك معايا خليها مشارك معايا مولك راه واقف عليا ما يمكنش ولادي بالجوع احنا دابا مع الناس كيفاش مع الناس انا ماشي سوقي في الناس شكون اللي واقف عليا عطيني الفلوس شكون اللي واقف مولك راه كيغوت عليا في الدار هانتي شوفي دابا عندي دابا انا خديت واحد 500 درهم شنو عطيها المولك راه يلاه سربي ولكن شوفي سير للدار غنمشي للدار غنتسناك تجي دابا سيري شوفي سيري صافي اجي اختي اجي اجي خويا ما تدويش مع مرتي اخويا اجي هنا اجي اجي هنا اجي الفلوس راه فاش خويا انا وياك في هذيك وانا خويا عندي مصاريف اخويا راه واش عطيها لي انت راه عندي مصاريف اخويا انا مصاريف وانا ما عنديش مصاريف وخويا انا مالي تقول لي علاش علاش عطيها هذيك الفلوس علاش وانا مالي مع بلاتي شنو درتو نتوما غنفرقوها شحال دابا خصك تاخذ انت وانا خويا عندي مصاريف 6000 ديالي 6000 لا 5000 لا 6000 لا 5000 علاش راه 600 درهم هذه صافي 6000 ايوا راه لي 6000 ديالي خويا خصني نمشي مع مرتي اخويا واعطيني 6000 ديالي اش تمشي مع مرتك عطيني 6000 ديالي اصاحبي 6000 اصاحبي عندي مصاريف خويا خويا مرتك ما تقدرش تشارك معنا ها تقدرش تشارك بعدي مرتي اصاحبي بعدي مرتي اصاحبي خويا هذا ما راك 6000 وسير عند مرتك ولا بلاتي شوف 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 هاي دابا تفاهموا بينا تفاهموا كيفاش كضرب لك تفاهموا بشويه تفاهموا بشويه دابا تفاهموا بشويه شنو انا ندير له شي مسابقه خمشي عند مرتي وتعطينا 6000 اصاحبي راه 6000 راه 6000 راه 6000 ما تضربوش ما تضربوش اصاحبي ما تضربوش شوف شوف الكاميرا اصاحبي 6000 اصاحبي علاش غاطيها لي الفلوس كامله حنا مشاركين فيها انت غاطيها لي الله يحفظك الله يحفظك اصاحبي اجي 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 اصاحبي اجي شوف رفض حرق صخور هذا علاش اصاحبي علاش هرب دابا انت دابا انت نيه ولا شنو عطيك شد في الاول اصاحبي انا جيت انت مشارك معايا انت في الاول علاش انت دابا هو ما عجب شوف 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 اجي نقول لك اسمع لي اسمع لي انا بقيتي فيا صراحه يعني هادشي اللي دار لك انا بقيتي فيا ولكن دابا هو مشالك فلوس يا مشى هرب لك هرب بقى تابع وتجري اجي اصاحبي انا عندك مسابقه ولا عندك مسابقه تربح اصاحبي انا بقيتي فيا انا بغيت نربحك واش باقي تزيد ما نربحك ماشي مشكل يعني واك واك انا غادي نسولك انت هي غادي تجاوب غادي تربح صافي قول لي يا خويا انا نسهلها لك العاصمه ديال المغرب شنو سميتها الرباط الجواب صحيح انت مبروك عليك ربحتي معنا مبروك عليك انت مبروك عليك انت ربحتي هو ربح هرب لك يعني ما صدقش راجل وانت ربحتي معنا مبروك عليك ربحتي معنا الماء هذا راه ما مبارك هذا راه ما مبارك من ما مبارك انا هو دا 600 درهم ولا عطيني ما مبارك وراه مبارك اصاحبي هذا اجي اصاحبي اجي 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 اصاحبي شوف شوف خليني اسمع ليا شوف هي الصراحه شوف راه ما كاين لا سميتو لا والو راه هذا غير مقلب هذوك راه صحابي وحنا غير شادين فيك والفلوس راك ربحتيها ودابا خصنا نعيطوا على اسامه انت راه شاركتي معنا اسامه اسامه فاش شارك معنا هذا شنو درنا له؟ مقلب مقلب خويا هاكا الفلوس ها هي 600 درهم ديالك واش ضربك شي حاجة؟ عطيه اصاحبي عطيه صافي واعطيه بعدا عطيه الفلوس عطيه ارتاح
زيد لنا زيد لنا زيد لنا طيح 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 زيد طيح طيح فلوس شحال هذيك؟ هذه 600 درهم يعني دابا انت شاركتي معنا واش مسموح تدوز معنا في هذه القناه ديالنا كنديروا مقالب واش مسموح تدوز معنا؟ مرحبا سيدي ندوز ماشي مشكل ماشي مشكل ماشي مشكل يعني انت ما بقيتش مقلق دابا ماشي مشكل مالو معاك دابا لا قول لي مالو معاك اليوم حمقك دار كل شيء اش غادير هو غادي هارب انا غنبقى تابع لا يمكنلكش تبقى تابع غادي تيجي تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يحفظك مسموح تدوز معنا؟ مرحبا قال لك مسموح يدوز معنا ما عندناش مشكل الله يعمر هذا ناس طيبين الله يعمر هذا كمون هذا سيدي علا البحراوي سيدي علا البحراوي تابع لمن شمن لمن تابع هذا؟ خميسات خميسات هاي تابع الخميسات تبارك الله عليك تبارك الله عليك الله يعاونك الله يعاونك شكرا لك وممكن تزيدنا معك شويه في الكروسه للمدينه نزيد يلا وراك يا فلوس في جيبك بصحتك بصحتك ربحتيها بصحتك إذن غادي نبداو على بركة الله الاسم الكريم عزيز عزيز يعني انت كتخدم بهذه الكروسة اييه كنخدم بهذه الكروسة كتهلا في العود مزيان تهلا فيه مزيان غادي تشارك معايا في هذه المسابقة السي عزيز وإلا جاوبتي السي عزيز شحال كتعلف في العود؟ 50 درهم 50 درهم؟ نتوما مالين كراس كلكم 50 درهم؟ لا 50 درهم كاين اللي كيعلف 60 درهم لا؟ كاين اللي كيعلف 40 درهم 30 درهم المهم معليناش غادي نتشارك معنا غادي ندير لك السؤال الاول 200 درهم السؤال الثاني 200 درهم والسؤال الثالث 200 درهم 600 درهم الا جاوبتي صح غادي ديهم كاملين صافي صح. متفق معايا نبداو على بركه الله السؤال الاول تيقول ماشي مالك مالك شريف مالك خويا كي داير خويا كي داير شريف بخير عليك مزيان كيدير خويا انت هو كتشارك كتعطينا تيشاركوا كيديو فلوس هو انا خويا انا عندي المراه عندي وليدات اخويا وما خدامش عندي مصاريف عندي كرا ولكن انت ما خدامش اش داك شي جواج راك خدام اصاحبي خدام وزرعوا عليا شوف انا مشارك معايا هذا السيد اللي بغى يخليك تشارك هو مرحبا انت قول السيد راه عمر هذا راه صاحبي شحال عمرك انت باش مجوج اخويا عندي 35 طالع 36 انت راك باقي تتزوج انت انت باقي ولد امك انت لا صاحبي انا عندي وليدات بزاف وليدات والله عندي وليدات اخويا شحال ما كاين باش نقسموا معاك البركه يعني غادي تشارك انت وياه يعني غيشارك معك هذا غيشارك معايا مرحبا يلا تفاهم انت وياه شنو غادير انت وياه دبرس انا وياه راه فاهمين باش مفاهمين لا ربحت انا كل شيء نقسم معك ولا ربحت انا كل شيء تقسم معايا صافي سيدي بسم الله صافي نقسم معك صافي دابا الا جاوبتي انت اللي جاوب صحيح ولا نعطي الفلوس ولا دابا شوف اللي جاوب الاول صحيح يبقى يشد الفلوس في الاخر يقسم يعني انت تبقى تشد الفلوس حتى الاخر تقسم ولا اللي ربح هو الاول يشد الفلوس ويقسم مزيانه انت اللي تبقى تشد الفلوس ولا الفلوس يبقوا عندي انا بحال بحال شريف الله يجزيك لا لا الفلوس يبقوا عندي انا الله يجزيك بخير شريف لا وانا بحال دابا كيف عندك يا عندي اللهم خليهم يبقوا عندي هذا تيبان زعما راجل مزيان صافي اعطيهم لي خذهم صافي ياخذهم على وجهك خليه ياخذهم هو اش دم هو في الاخر قسم انا ويدي هو 300 درهم وانا 300 درهم صافي مزيانه يعني غتعاونوا عليها صافي والله صافي غتعاونوا صافي نتعاون معاك زيد شويه شوف هذا الشيء ديالو ولي ديالو يلا. صافي انا غادي نسولك السؤال الاول وركز معايا مزيان يعني باش تجاوبوا ركزوا بجوج باش تجاوبوا شوف دابا صافي خلينا بدينا شوف صافي ما كاينش دابا انا واحد الكليبه سميتها روزا ايه ولدات لي هذا الشهر هذا راه ولدات لي الكليبات الشهر هذا مبروك الله يبارك فيك مبروك سعود ولدات لي واحد الجرو دابا داك الجرو ولد من؟ ولد روزا يعني داك الجرو ولد من؟ ولد روزا ولد روزا اييه قول لي روزا ولدات لي كليب جرو ودابا داك الكليب ولد من؟ رجوع الله صافي اخويا صافي جاوب اش تخمم بزاف اخويا ولدت لي كلبه سميتها روزا ولدت لي جرو الله يبارك فيك شنو ولد من داك الكلب ولدت لي كليبات شنو هذاك الولد ولد من ولد الكلبه اخويا هذاك ولد الكلبه كيفاش ولد الكلبه وراه جرو وراه ولد الكلبه وراه شنو بغيتي يكون ولد من ولدك راه ولد الكلبه كاين عندك جرو صحيح شد 200 درهم هاذي جابها بصحتو انا بحالك انت احنا نقسموا كلشي ان شاء الله نقسموا كلشي ان شاء الله دابا السؤال الثاني دابا واحد السيد تيكريسي عباد الله وتيتعدى على عباد الله خارج على عباد الله ديال بصح سكت التليفون بدا باش ما يبرزطناش سكتو
كيتعدى لعباد الله خارج لعباد الله ديال بصح والناس ما تيعرفوش سميتو، ولكن باه معروف فهمتيني تيقولوا لي باه تيقولوا حمو معروف حمو. دابا هذاك خاينا اللي كيدير هاد المصايب كلها ولد من؟ ولد حمو. ها ولد حمو. ولد حمو باينه. ها باين ولد حمو. قول لي هاد السيد اللي دار المصايب كلها ولد من؟ ورجوع لله مابقاش تخمم اصاحبي باش نعرفو انا ولد من. ها باش نعرفو ولد من. ودابا هذا السيد كيدير هاد المصايب وباه سميتو حمو هو ما عارفينش سميتو، يعني هاد اللي كيدير المصايب كلها ولد من؟ اش كيدير؟ كيجريس عباد الله، تيدي الفلوس، كيغتصب، كيشبيع الحشيش، كاع المصايب كحله كيدير هذا. لا حول ولا قوة الا بالله. ولد من هذا؟ وانا مالي؟ هو ولد من؟ ولد الحرام، ولد الحرام مقطر هذاك. ذاك ولد الحرام مقطر كيدير هذا الشيء هذا. يعني هو؟ ولد الحرام. ولد الحرام مقطر هاك. ها هو الصح عندك. جات كبير. حيت هو راه ولد الحرام. دابا غادي نسولك هذا السؤال هذا الاخر. ياك؟ ولا ها؟ سولنا بجوج. غنسولكم. ولا جاوبتو تربحو 200 درهم. دابا المراه ديالك الا قدر الله حنا غير كنفترضو حنا لا يسلط عليك هذا المكتوب هذا قدر الله وطلقتيها في النفقه شنو دير معها في النفقه؟ ولا يحكم القانون نعطيه لها ونزيدها كاع. شحال غتزيدها كاع هذا؟ وداك الشيء اللي باش سخاني اللي استطعتي اللي استطعتك اييه. وانت لا طلقتي مرتك شحال شنو غدير معها في النفقه؟ رجوع لي خويا اش باغي نطلقها؟ علاش؟ علاش انت سوقك اخويا؟ انا كان ولا تنقول غير زعما لا قدر الله وطلقتي المراه ديالك ماشي زعما لا قدر الله غير ما تاع هذا السؤال هذا السؤال انت عمرك تطلق؟ لا طلقتها. متزوج بمن؟ ما عليناش. دابا النفقه شنو غدير معها في النفقه؟ اخويا غنعطيها تسالوا لي فلوسي. ها غنعطيها تسالوا لي فلوسي. غنبقى تعطيها الفلوس كلشي كاع داكشي اللي عندي مبقى بصباط. يعني داكشي اللي عطاه المخزن غتزيد فوق منه فوق هادشي اللي عطاه هاد السيد فوق هادشي اللي عطاه هاد السيد هاك حتى اللي عندك صحيح هو عطاك اكثر منك تهلا في المراه هو عطاك اكثر منك انا مرتي كما غير. ها الله يرحم لك الوالدين بعدا خويا خويا يعني مبروك عليكم نسلم عليك مبروك عليك انت راك شاركتي معنا وانت شاركتي معنا مبروك عليك الله يعاونك الشريف الله يحفظك خلي لي الاولاد بالجوع ومول الدار كيغوت عليا وكاس كضرني انا اسيدي ما قعدت شويه علاش واخدني نهار الاول شنو شنو اختي 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 راه السيد مشارك معانا ندوشي لمرتي ما ندوشي لمرتي ويدي سبع دابا ما غاداش تعطيني ولا سبع ولا كراكي غوت كنت دابا وليتي دابا شتي كراكي غوت ما صافي قول لا ما كاينش صافي قول له هو جاي مول الكرا محيح عليا غادي يخرج لي حوايجي لبرا قول له خلي واحد شويه ما كاينش ودابا خويا واش تشارك معنا هاد السيده تاهي اسيدي مرتي ما تدويش معاها ما تدويش ما تجبدش مرتي انا نجمع معاك صافي صيفط بحال خلينا نكملوا قلت شوف شوف انا عندي واحد 500 درهم انا ماشي سوقي شحال عطيني غير الفلوس اعتقني بالفلوس راه مول كراي خرج لي حوايجي برا عندي 600 درهم عندي سكت واش 600 درهم صافي سير سير اجي لهنا اجي باش 600 درهم اجي اجي انت اجي انت لهنا ما تدويش مع مرتي ها كاين 600 درهم ما كاينش 600 درهم شريف الله يرحم الوالدين راه عندي مصاريف شريف الله يسهل عليك شريف ولا والو ما كاينش 600 درهم والله لا طلق لك اليوم الله يرحم الوالدين ولا والو عندي مصاريف عندي وليدات انت تفهمتي ما تقسم معاش دير لك فهمتي ما تقسم معاه دير له مصافحه اخرى عندي وليدات شريف راه عندي وليدات الله يسهل عليك وهو فاش فهمتي معاه في الاول هو مع اول خدام شو انا ما خدامش تطلق اصاحبي تطلق اصاحبي تطلق الفلوس اصاحبي تطلق الفلوس اجل هنا اجل هنا سيد فلوس عطي السيد رزقه اصاحبي عطي السيد رزقه لا 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 ما تضربش عمر لا 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 طفي التليفون اخويا طفي التليفون طفي التليفون طفيتي شوف انا بعدا انا بعدا بقيتي فيا فهمتيني ماشي راجل هذا صاحبي دابا زيد لنا زيد انت اللي درتي لنا المشاكل كلها ها انت اللي درتي لنا هادشي كامل شوف انا بعدا بقيتي فيا صراحه بقيتي فيا هو دالك الفلوس دابا هرب وتبعو ديك الساعه واش غنتبع انت ها طفي التليفون هذا صاحبي برزتنا طفي داك التليفون ندير لك مسابقه اخرى بقيتي فيا باش تربح يلا سير صافي يلا سير أه؟ سير سير دابا نسولك وغنسهل لك غتربح معايا والله تربح معايا حق الله تربح معايا نسهلك قول لي يعني على البحراوي والكاموني والكاموني باش معروف بالدلاح والشوا باش معروف بالدلاح والشوا والله تاجتي الجواب صحيح مبروك عليك مبروك عليك ربحتي معنا انت ربحتي واخا
مبروك عليك ربحتي، فرحان دابا انت ربحتي. اه ربحت فرحان الله يرحمك. ربحتي معنا قرعه ديال الماء، هذا الماء مبارك هذا. اش من مبارك اصاحبي؟ شنو مبارك اصاحبي؟ علاش ترسى اصاحبي؟ ما عطينيش يقول لي الماء مبارك، شنو الماء مبارك؟ شنو بغيتي نعطيك؟ ما قلت لي اش ربحتي؟ اش ربحتي؟ تفلاو عليا انتم ولا شنو؟ ورا ربحتي ما كاينش ربح. اسيدي عطيني تسقى اسيدي. واش بغيتي نعطيك؟ انا راه هذاك الفلوس مشات ما بقاتش عندها، هادشي اللي بقى علاش ترسى اصاحبي؟ شنو مالك اصاحبي؟ شوف 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 اسمع لي هذا راه غنقلب. راه انت شاركتي معنا اجي اجي راه انت شاركتي معنا بكاميرا خفيه اجي 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 هاي صاحبي هاي صاحبي زيد 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 اجي هيا زيد ربحتي 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 انت ماك باغي تدافع عليه ولا باغي تدافع عليه زيد صاحبي يا صاحبي حشومه صاحبي يا صاحبي يا صاحبي حشومه عليكم صاحبي زيد ايوا راه 100 متر ولا ديتها كلها ديتها كلها سيدي عاودك قال لي مسموح دوز معنا مسامحه سيدي دوز معنا في هذه القناه ديالنا مرحبا 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 مالك الاختي قول لي اصبر اخويا اجري ولد من اجري ولد من ولد الكلبه ولد حمو تبارك الله عليك الله يبارك فيك شكرا الله يحفظك الله يحفظك